فين ندى يا عمي؟ قالت لي انها جايه لك، بكلمها من الصبح ما بتردش على الموبايل. ندى في الحمام يا حبيبي، واول ما تخرج هخليها تكلمك. قول لي، هو انتوا اتخانقتوا تاني ولا ايه؟ متأكد انها في الحمام يا عمي؟ الله 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 الله، ده ايه لعب العيال ده؟ عشان عارف انك هتكذب عليا زي ما هي بالظبط بتكذب عليا. فين ندى يا عمي؟ طب اهدى بس، اهدى اهدى، انا هعرف لك هي فين. اهدى. نورت. واي سيو. لا لا، شايفها يا سيدي، بس ما تنوتش فيها انت بس. طب بلاش غباوه، ها؟ مش عايزين مشاكل. مشاكل ايه؟ يا حبيبي هي اللي بتفلرت عليا بقى لها شهر. بقول لك ايه؟ طير انت يلا. يلا باي. باي. سيو. طلعتي عين امي. عايزين ميه. اهدى بس، هي في الاوضه جوه. والله والله ما حصل حاجه، هي كانت تعبانه بس ودخلتها ترتاح. اهدى يا سامي، اهدى، خلينا نلم الموضوع وبلاش فضايح. نلم؟ نلم ايه؟ ده الفضايح دي انا اللي هعملها. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ شيل التليفون ده. بصور مراتي. الهانم مراتي نايمه في سرير راجل غريب. شايفين؟ نايمة في سرير راجل غريب، عشان لما ارفع قضية زنا، هاي كمال بيه، عشان لما ارفع قضية زنا اعرف اخد حقي منكم. هات التليفون ده بلاش جنان. مفيش تليفون. بقول لك ايه يا كمال بيه، فوق بنتك وروحها على البيت وخليها تجهز رد تقوله في المحكمة. بس بقى دوشة بقى. سجارة.